توقعت مديرية الأرصاد الجوية الوطني انخفاضا ملحوظا في درجة الحرارة مع هبوب رياح قوية وتساقطات ثلجية بالعديد من مناطق المملكة ابتداء من اليوم. وأبرزت المديرية أن درجة الحرارة المرتقبة ما بين اليوم ولغاية السبت ستتراوح ما بين 10 درجات تحت الصفر وخمس درجات تحت الصفر ليلا، وما بين 5 درجات تحت الصفر وصفر درجة نهارا في مناطق إفران وبولمان وصفر وابن ملال وآزلال والحوز وتنغير وميدلت وغرسيف وخنيفرة. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 5 درجات تحت الصفر وصفر درجة ليلا، وما بين 0 درجة وست درجات في النهار بمناطق شفشاون، الحاجب، الحسيمة، خريبكة، وجدة، فيقيق، بركان، ترودانت، شيشاوة وورزازات.